السلام عليكم اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اتمنى انو انتم كاملين كلكم بخير على خير. اليوم فيديو جديد، ولكن قبل نتفرجوا ما تنساوش ديروا لي لايك لايك لايك. هنا يا اخواتي محمد تخر لي شي هنايا الخضار فواكه، وهذاك الشيء غادي نركتب هذاك الشيء كامل. ولكن قبل نركتب هذاك الشيء كنحيدوا هذا الشبكه وكنغسلو على حسب شحال ما غسلته. وهنا يا خاتي محمد جابت لي هنايا شبكه ديال الخضار والفواكه، بصراحه زوينه بزاف عجبوني وجنيشن في الثلاجه ديالي على حسب الثلاجه ديالي الصغيره يجنيشن. وصافي اخواتي هذاك الشيء غادي نحيد هذا لي خضر قديم بس نغسلو هذاك الشيء. وصافي اخواتي هنايا الشبكه ديالي خليتها هنا تكتر يعني كتر على حسب فيها الماء غسلته. وهنايا اخواتي غادي نديرو فيها هنايا تحت ديالو كلينيكس بس نديرو فيها الخضر ولا فواكه بس ما يفزق، يعني زعما شي مره اخواتي فحال دابا وقت الشتاء لا وقت البرد الثلاجه ديالنا ما عرف يعني الثلاجه ديالي كتفازق، ما عارفين كيجي الماء كتفازق وفواكه كيبقى الفازق وصافي كيبقى تما وكيضيع دغيا. وهنايا كتشوفوا مسحتو هذاك الشيء كامل اخواتي، وانتم شوفوا كيفاش كنركتب هذاك الشيء، يعني كنديروا فيها الكلينيكس تحته وعاود كنمسح هذول الخضار وكنديروا فيه كنحطوا فيها الشبكه. هنايا اخواتي بحال الخضار يعني ما كنغسلوش فهمتوا، غير كنمسحوا في الكلينيكس ولا ما ندير غادي نكمل هذاك الشيء. هانتم كامل هذا الشبكه ضروري كنديروا فيها الكلينيكس تحته. وهنايا اخواتي غادي نركتب اول هذول الفلفله هنايا، ولكن خاطي بلاتي علي نكمل هذاك الشيء على حسب لا دابا يوسف غادي يجي للجوع. غادي ندير الصبه، هانتم عندي هنايا صبه كندير في كندير في الكبده ديال الفروز وشويه كبده ديال الفروز وخيزو وشو اسمه بطاطا وقرعه وبصله وصافي كنقرطو هذاك الشيء وكنطيبو هنايا. هانتم جبوني هذاك الشيء اللي شريتو هذاك النهار زوين بزاف. وغادي ندير في الكبده صافي قطعتو هذاك الشيء كامل، قطعتو طرايفه طرايفه صغيرين. وغادي نزيدو فيها هنايا شويه زيت زيت مائده ولا زيت نباتي اللي كيقولوها بحال بحال. وغادي نضيفو هنايا الماء ديال الحانوت، ما كنديروش الماء ديال الروبيني، كندير الماء ديال ديال الحانوت وكنرون هذاك الشيء. وغادي نزيد فيه شويه ملح على حساب نتوما عارفين يعني، وما كنديروش بزاف ما كندير عطاريه لا والو. وصافي خليته يطبخ هنايا حتى يطيب على خاطره. وهذاك الشيء اخواتي طايب مزيان مزيان، ها نتوما شربات المرقه ديالو. ومباشره كنطحنوا هنايا، صراحه اول مره غادي نطحن هنايا في المولينيكس اللي اشترينا امبارح. ها نتوما هنايا كيقولوا كطحن فيها الكفته وكلشي، وغادي ندير بهنايا نطحن هذول الصوبه ديال يوسف مازال سخونه. عجبوني المولينيكس لمس مولينيكس ديالي، عجبوني خلاط ديالي. هانتوما اختي غادي ندير بهنايا وقدامكم. وصافي اختي طحنتو هذاك الشيء غير بركه ثلاثه البركه، هانتوما كيف جا بصراحه واعره غير بركتو هي ثلاثه ولا اربعه البركه صافي باركه. شوفوا خلاطه طحنات مزيانه. هنايا خواتي كندير هنايا الصبة ديال يوسف في القارورة الرضعة ديالو، وصافي كندير غي شوية على حسب يوسف ما كياكل بزاف، حتى هذاك الشيء ما كيكملاش فهمتو، شي مرة ما كيعجبها كندير ما كيعجبها ما عرف علاش. صافي خواتي غادي نكمل هذاك الشيء الفواكه اللي غسلتو، هذول الفواكه المغسولة ضروري كنغسل الفواكه عاد كندير في الثلاجة على حسب دراري الصغار، يعني بحال دابا الليلة كتغير يعني كيحزوسي وكياكلو نيشان مباشر، وما يعني نحنا ما عارفين فوقاس كيحزو فهمتو. وصافي هنايا خاتي منداري ديالي، هذا منداري ما غسلتوش على حسب نقية شفتو نقية، وغادي دايايز غادي نغسلو. وهنايا التومة درت هنايا
ما في البلازا ديالو. عرفتي خواتي بصراحه راه كتركت بشي حاجه في دارك وكيزيك راح، فهمتو؟ يعني كيزيك غريبه، يعني حساس زوينه اذا كلشي مرتبه في الدار. هنايا هانتوما درت هنايا الخضار على البلازا ديالو، كيزي ديكور ديالو زوينه. اذا عندك الشبكه هنايا درتو هنايا الخضار، وهنايا الفواكه الكيكه هاكسو كيقولوا كاكا الى كاكي وتفاحه وصافي. هانتوما كتشوفوا كل شبكه درتو فيها المنديل، يعني درتو فيها الكلينيكس تحتو بس ما هي فازك سين حار كيزي فازك، فهمتو؟ فواكه محمد كان اشترى هنا بزاف، اسمه مطيشه، وكان عندنا المطيشه قديم ولكن مع ناس كان طيبو بزاف المطيشه. هنايا باذنجان ولا الدنجان خليته هنا في التحت، دائما كندير فيه زالوكه وفلفله. هانتوما كل شيء درت فيه منديل ولا كلينكس، وهنايا خليت غير هذاك الشيء لبرا بحال دابا بنان ولا ليمون ومنداري خليت هنايا. انتم عارفين بارد دابا الحل. صافي اخواتي هنايا طيبت غير البيض والمطيشه بس نتغدى انا ومحمد، ومحمد جاب لي هنايا العصير وهذا الكاس اللي شطرانا البارح خواتي، جبوني جنيش بزاف زوينه جبوني. محمد كحماك الحريسه، وهنايا كنحماك على الزيتون مشرمله. يلا المهم المشاهدين، خدينا هذه ديال الفرماسيان ديال الدواء زوينه. الدواء عندنا شوفوا في الثلاجه، عندنا شي شفت الثلاجه، شفت الحمام، طنجره نجمعهم بعدا هنايا، بعدا الدوايات نجمعهم هنا ونحطها هنايا ديال البلاصه اللي بانت لي الصراحه غادي تجي زوينه. هنا كيجي زوينه تما ما طالياس بزاف حبيبي، على حسب انا قصيره بس نزوقها كنجبد. شوف هادي خديتها 100 درهم من المعرض، 100 درهم زوينه صافي. درت لها واحد الشكوش هنا ما فيها ما نتقبو، درت لها واحد لانه ماشي ثقيله، هادولي الدويه ماشي ثقيله. وكتحيد هذا حبيبي كتكشكش غير هكا يديرو شكوش. نعاونك زوينه هذاك سي، احسن من غير دويه مخطوط في فوق الثلاجه مع الناس كيفاش نديرو ياكي حبيبي. ديريها لا فوق شويه، عيني حبيبي شو رايك تزيح هنايا مع هذا الخيط؟ ديري لا لا ديري لا هذا خيط نيش نخيط هذا هاكا كحسي فوق كحسي ما خيط هذا خيط هذا هاكا صافي هاكا 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 بركي بركي مزيانة بركي صاب ما طيحش ان شاء الله. جربي اذا طاحت غادي نقولوها لكم، نقول لكم ما ديروش هاد الفكره هاد هاي مزيان. بعدا الا دير طلع فوق طلع فوق عندك يكون شي نهار غري حي مثلا غري يكون ايوا لا طاحت خليفه على الله هاي طلع فوقو حبيبي طلع فوقو شنو طلع فوق بس نتاكدو ويا طلع فوق نطلع هنا نجلس هنا ودي انا مرا عندي يا مالكي يا راني مش تنا ما صايمة لا ما سي صايمة حبيبي زعما ندير له غير هكا قلتي ماشي نطلع فوق ماشي يعني طلع فوقو انت كامل مالك شحال من قلتي نجلس هنا ولا بركي كان على انجلك بركي بركي اسمعي انت يا عارف انا مخربقه الداريزه ديالي. يلا حبيبي بارك نشوف دوايات ونشوف يلا شوفي ديريها اي مزيانه ما كتحيد ها لاصقين وهذا ادويه غير صغيرين ماشي قفي ماشي ماشي اسمو ماشي قويين هاي عندهم الرام هنايا الدوايات اللي عندنا الرام يلا
الرام ديال الدويه هنايا. الله يستر، بحالنا حنا في الطبيب. المهم غادي نركتب، انا غادي نركتب حبيبي، ما كتعرفيش تركتب. شوف ولادي، ولادي طبيب. شحال ديال الدويه؟ كاين ما غاريش هذيكم، غاتكفيش حبيبي. يمكن ما يشيج صغير، لو كان جبتي حبيبي هذا قلتي لي كبير. كين قلت هادي وقيلا غتكفي. وها نتوما هاد الدويه اللي عندنا، هذا ديال دي سخانه داري صغير. هلا حيدي صافي، حيدي حبيبي هادولي كرطون. لا واش نعرفو، انا نعرفو، انا مخطوب فيها في القاروره ديالو، مخطوب في القاروره ديالو. كيف صغري تكفيك هذاك الشيء؟ ما غاديش يكفي. لا هذا ماشي تما، هذا الفوق، هذا الدويه في الحاجه اللي فوق، مجار مجار هاكي دي. ما يكفى حبيبي هذاك الشيء، قلت لك هيدي كرتون حبيبي، هذا اللي دوا. لا وباش تعرفي؟ لا ماشي هذا كرتون، هذا هذولي هذا. وباش تعرفي؟ مخطوف يا دولي براند في القاروره ديالو. شوفي دولي براند، هانتي حيدتي، هانتي حيدتي. دولي براند، ها هذا هاك عامرك، دولي براند مخطوف فيه هاك. لا ما يفطر. وهذا هذا نشوف مكتوب، هذا اللي ما مخطوباش ديال كيقولوا شو كيقول شنو ديال شنو هذا؟ مابقيتش عاقل. راح تشربي دابا راح تموتي، ما بقاش عاقل. المهم مخطوب، المهم انت مرضى شربي كلش انتي انتي بايوتيك. انا صافي انا عرفتو، انا شوف شوف انتي بايوتيك. اريني اذا مخطوب في انتي بايوتيك. انتي بايوتيك مخطوب انتي بيوتيك. هذه الكمامه بلاش. لا ماشي الكمامه، هذا هذا ديال مصران، هذا ديال بيبي. هذا كان نهار كان يوسف زايده كين كي هذا بحال قطن. قطن. تحطي فوق هكا مزيان فوق. عرف دابا حبيبي، هذول قارورات كبار، هذول تحطي فوق هذا هذا. ويا حميد ويا حميد، راني كتهضري بزاف. انا هي كنوريك حبيبي شنو كاينه حبيبي، وخلينا نستفهم ياكي. ومن بعد ملي ما يعجبكش الصيفه هبط هذاك الشيء كامل ولي ست فيه الراس. صافي صافي واخا. سامحيني هذا بوربو، هذا حبيبي بوربو، هذا ماشي دواء حبيبي. عندك بوربو بزاف، هذا ديال يوسف انت عارفه، انت هذا ديال يوسف، هذا بوربو. شنو هذا فوق تما؟ هذا حبيبي كريم ماشي. معليش معليش، غير حطيت تما وشو يبقى كيدير هنا، وقيلا غادي تكفي. هيدي هذا نيفيا حبيبي، وسكسينا الله حبيبي. انا كنستخدم نيفيا، انا غنستفهم هنا من بعد. حيدي اليوم كامل وحطها وحده راسك صافي. ويلي ويلي، دار نجي كان طير دابا وكخصني. هذه الفكره ديالي، انا بغيت نشوفهم هكا نصايبهم. انت دابا فكرتيش بهذا، كنقول لك نشريوها كتقول لي لا. فهمتي؟ انا ملي غنسالي غيديهم كامل وغنحطهم فيهم ما عجبك. زاد زوين. ايوا بقى حسن بعدا، حسن ما تبقاو دايرهم غير في صافي. انت هاكي جات، انت ماشي كي جات. زال هاد
فين طاحت؟ انت شي جات من السيليا ديال الدواء هكا كيبان كلشي. هادشي هو هكا حسن بعدا من داك الروينه اللي كانت تما وهداك الشي كامل كيبقى مجموع زويون. هادشي وهذا هي نهاية الفيديو. ما تنساش ديرونا لايك 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 وتبارتجو وتابونو. نشوفكم في الفيديو آخر. مع السلامة.